أسرع وإصابة 24 شخص بينهم 18 تلميذ في حادث مروع بالجيزة. لقى شخصين مصرعهم وأصيب 22 بينهم 18 تلميذ في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث وجود ضحايا بمدخل قرية أبو غالب. انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية لمحل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي مع سيارة يعني مشروع أو ميكروباص تقل أطفال مدارس بجوار كوبري الريف الأوروبي. أسفر الحادث عن حالتين وفاة و22 مصاب بينهم 18 طفل، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالوقعة.